الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، واصطفى لنا من الكلام ذكراه، واصطفى لنا من الكلام ذكره الذي أنزله في ليلة مباركة، واختصنا بتلك الليلة فقال في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه، أرسله بالهدى ودين الحق لينظره على الدين كله، فأنزل عليه كتاباً يتلى، منها قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات ربي وسلامه عليه القائل: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن السعيد من اجتهد في هذا الشهر المبارك في طاعة الله، واجتهد في التعرض لنفحات الله، وبخاصة هذه الأيام التي تعتبر من أعظم وأفضل أيام هذا الشهر، لما فيها من النفحات والبركات الربانية، ولما فيها من ليلة مباركة اختارها الله وأنزل فيها كتابه وجعلها خيرا من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فمن هنا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، أي مثل هذه الأيام التي نتفيأ ظلالها الآن، إذا دخل العشر الأواخر اجتهد فيها عليه الصلاة والسلام ما لا يجتهد في غيرها، يشمر الساعد وينقطع عن الدنيا ومشاغلها، ويعكف على عبادة ربه، ويشارك أهله ويشركهم
في عبادة الله وفي إحياء الليالي وتلاوة القرآن الكريم لينالوا الأجر العظيم. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. وتقول أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره، أي استعد للعبادة والاجتهاد فيها زيادة على المعتاد. فهذه عباد الله، فهذه دعوة نبوية كريمة لنا نحن أمته، أن نشمر الساعد ونجتهد في هذه الأيام المباركات في العبادة. في هذه الأيام المتبقى من هذا الشهر، لأن فيها ليلة هي خير من ألف شهر، من وفق على قيامها غفر له ما تقدم من ذنبه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولأن هذه الليلة هي خير من ألف شهر، فقيامها وعمل الطاعات فيها خير من عمل الطاعات والعبادات في ألف شهر من غيرها. ولعظمة هذه الليلة حثنا عليه الصلاة والسلام على تحريها والتماسها والبحث عنها في العشر الأواخر من هذا الشهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان محريها فليحريها في العشر الأواخر، وقوله أيضا: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فلنكثر من الطاعة عباد الله، ولنجتهد في هذه الأيام المباركات الباقية، ونتحرى ليلة القدر وبخاصة في الأوتار. ولعل الحكمة كما يقول العلماء في إخفاء ليلة القدر لنا تكمن في أن نجتهد ونبالغ في العبادة لنوافق هذه الليلة. ليلة القدر في ثالثة تبقى، في خامسة تبقى، في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لصيام وقيام ما تبقى من هذه الأيام المباركات، لنكون ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ونال غفران ذنبه. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سألت عائشة رضي الله عنها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن أفضل الدعاء الذي يدعو به المرء في هذه الأيام وفي تحريه ليلة القدر، حيث قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أرأيت إن وفقت ليلة القدر ما أقول؟ أرأيت إن وفقت ليلة القدر ما أقول؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي
اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عني. فلنكثر من هذا الدعاء عباد الله، ولنردده في سائر ليالي ونهاري العشر الأواخر من رمضان، فهو دعاء يشمل خيري الدنيا والآخرة. فاللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، ووفقنا لموافقة ليلة القدر. اللهم لا تضع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فاسدا إلا أصلحته، ولا طالبا إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم القرآن والصيام، اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم القرآن والصيام، اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم القرآن والصيام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.